علاقة فقط بالجائزة المالية أو الأرباح اللي ممكن هتتعمل، ولكن لها علاقة بالقدرة على التنظيم والثقة، وانت قدرت كموسم ترفيه ان انت في وقت قصير جدا ان انت تبقى مؤثر، ويتحط اسم سيادة المستشار تركي الشيخ من اهم المؤثرين في صناعة الملاكمة اللي هي جزء من أنشطة الترفيه العالمية الكبرى. احنا بنتكلم معانا هنا فوق 120 إعلامي، المحطات العالمية كلها بتنقل، نتحدث عن محطات أمريكية، محطات صينية، محطات يابانية، كل الجنسيات التي تعرفها في العالم، لأن للملاكمة صيت وناس تحب أنها تتفرج على هذا الأمر بشكل مستمر. وسيادة المستشار تركي الشيخ بنفسه موجود النهاردة في هذا المؤتمر الكبير اللي هيبقى فيه في نهايته مؤتمر صحفي، هيكون فيه عدد من المدراء المنظمين للمباريات الهامة جدا في الفترة القادمة، سواء كانت بطولات على أحزمة أو اللي هي بيقولوا عليها الأندر كارد، اللي هي المباريات اللي بتبقى تحفيزية حتى يصل لعيبة معينة إلى مكانة معينة. احنا شفنا في رأس السنة هذا العام 2024 المباراة اللي كانت معمولة، التنظيم اللي كان معمول، التنظيم اللي عملها هيئة الترفيه، بيتعمل لكل مباراة سيناريو، بيتعمل لها أغنية عالمية بتلف العالم تجيب ملايين. يعني انت لو بصيت على المواقع اللي فيها ترويج للمباريات اللي هتقلب تتلعب في الرياض، تلقى فيه ملايين المشاهدات واهتمامات كبيرة جدا. لم يكن الأمر سهلا، لازم حضراتكم تفهموا هذا الأمر. وإحنا نتحدث عن نجاح حدث، يعني ما بنتكلمش على أفكار على 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 لا 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 لا، أنت مؤثر اليوم. هيئة الترفيه وموسم الرياض بيعملوا توقيع هام جدا مع هيئة كبيرة من هيئات الملاكمة العالمية علشان يكون في نوع من أنواع التعاون. الـ WBC واحدة من أكبر المؤسسات المهمة في عالم البوكس وعالم الملاكمة. المكان اللي احنا فيه موجود فيه كل أو أغلب أهم أسماء في صناعة الملاكمة. حضراتكم طبعاً اللي يعني بيتابع الموضوع بشكل بعيد كده أو بتاع يفتكر أن الملاكم هو أهم عنصر في هذه اللعبة. طبعاً الملاكم مهم، ولكن أيضاً الوكلاء. أنت هنا النهاردة، وده اللي نجحت فيه هيئة الترفيه أنها تجمع أكبر وكلاء موجودين في العالم في هذه الصناعة علشان يبقوا موجودين ويقدروا أن هم يحطوا تأثير وضغط على اللعيبة بتوعهم علشان يقدروا يعملوا المباريات دي. أنت مش عايز تنظم مباريات وخلاص، أنت عايز تنظم مباريات عالمية.